بسم الله الرحمن الرحيم، شلونكم يا حلوين؟ درسنا هذا في العلوم هو عن الشتاء والربيع، الفصل الحادي عشر كما تلاحظون، عفوا الفصل الثاني عشر وصلنا أعزائي، اللي هو بالدرس الأول عن الشتاء والربيع، الدرس الثاني عن الصيف والشتاء. نجي عندنا راح نتناول بالدرس الأول اللي هو شنو، راح نتحدث فيه عن الشتاء والربيع. شو راح ندرس بهذا الموضوع اليوم؟ عندي أتعلم أنه السنة أربعة فصول. إيش قد السنة؟ أربعة فصول، منو أبرز شي بيها؟ اللي هي الشتاء، والجو الحلو طيب بيها اللي هو الربيع. زين، خلنا نجي نسوي قبل أن نبدأ بالشتاء والربيع في التجربة. نسوي التجربة، أقول شلون أحمي جسمي بالشتاء؟ أول شي أقول التجربة شرح متابعة، سترة من الجلد، ماء وكأس بلاستيكية، وعندي طاولة. أجي أول شي إيش راح أسوي؟ أشوف السترة اللي هي سترة الجلد، أشوفها أفصلها أصدقائي إيش بيها، أقول هاي السترة هذا الجديد وبها أبطانة وباع السمك مالتها الثخن. فمن أني بردانة وأجي راح ألبس السترة، إيش راح يصير بعد عشر دقائق؟ جسمي إيش راح يكون؟ راح أطفي، مو صحيح؟ إيش راح يصير؟ أطفي. إذا جيت ودرت المي على السترة، جيت ودرت على المي على السترة، إيش راح أشوف؟ ما راح تعبر لي المي رأس فجأة يعني بسرعة. بعد فترة إنه راح ألاحظ إنه هذه السترة شنو فائدتها؟ راح تحمي جسمي منين؟ من البرودة، فهذا الجلد يحمي جسمي من البرودة. فهنا شو يقولي؟ يقولي أقارن كيف تختلف ملابس ألبسها بالشتاء عن ملابس بالربيع. نجي نقول الملابس بالشتاء شو تكون؟ دائما تكون ثخينة سميكة. ملابس الربيع شو تكون؟ الربيع تكون خفيفة، اللي احنا نسميها بالعامية بهارية، صح؟ دائما تكون بهارية قطنية خفيفة، بس ملابس الشتاء تكون ثخينة سميكة حتى تقيني من البرد وتحميني انه لا اتمرض واصاب بالزكام يعني الانفلونزا. نجي هنا ماما يقول لي اقرأ واتعلم فكرة الرئيسة، الذي يحدث في الشتاء يختلف عن الذي يحدث في الربيع. شو المفردات اللي عندي؟ فصل الشتاء وفصل الربيع. نجي أول شيء يقول إيش راح يصير، ماذا يحدث في فصل الشتاء والربيع؟ أنا دائما بصورة عامة أشوف الجو يتغير، مرة حار مرة بارد، مرة جو طيب مرة يجي ماء للبرودة ماء للحرارة، يجي أشوفه يعني أشوفه آخر نفس اليوم مرة برودة ومرة حار. فهاي التغييرات اللي تصير طول السنة من الوقت شو يسموها؟ يسموها الفصول، يعني مرة حار بارد معتدل أو ميل للبرودة أو ميل للحرارة، هاي التغييرات يسميها الفصول. إذا أحد يسألني يقول يا حلو يا شطور السنة كم فصل بها؟ إيش راح أقول؟ أقول بها أربعة فصول. إيش قال بها؟ أربعة فصول. شنو هاي الفصول الأربعة؟ اللي هي الشتاء والربيع الصيف والخريف. شنو الفصول الأربعة؟ الشتاء الربيع الصيف والخريف، أربعة. الأصدقاء اثنين، كل اثنين سواء، شتاء وربيع أصدقاء وصيف وخريف أصدقاء. فأول شي راح ناخذ أول اثنين من الأصدقاء اللي هم من فصل الشتاء وفصل الربيع. نجي على فصل الشتاء ناخذ أول اثنين اللي هو من أول اثنين يا أصدقاء الشتاء والربيع. نجي على الشتاء، كلنا نعرف احنا بالشتاء شو يكون الجو؟ يكون بارد. الجو شو يكون؟ بارد. النهار بالشتاء حتى احنا نسمع ماما واهلنا شو يقولون، الشتاء يكون النهار مات قصير، مو صح؟ والجو شو يكون بالشتاء؟ بارد لو حار، صح؟ احسنتم، يكون بارد. من الجو بارد واني ارجف شو اسوي حتى ادفي نفسي؟ صح احسنتم، اشغل مدفئة المدافئ، يعني احنا بالعامية نقول الصوبة اللي هي عندنا زيتية على الكهرباء، او النفطية اللي هاي اللي اترسها اللي ماما تترسها لنا نفط، او اللي بالكهرباء اللي نسميه الهيتر وتدفيني، مو صح؟ فاشغل مدافئ بعد حتى احمي نفسي من البرد. شو اسوي؟ شلون البس ملابس خفيفة لو ثخينة سميكة؟ صح احسنتم، البس ملابس سميكة، يعني شو سميكة؟ يعني ثخينة حتى تحميني من البرد. ليش؟ حتى لا اتمرض، لا يصير عندي زكام، لا يصير عندي انفلونزا، فالبس ملابس السميكة واحافظ على درجة حرارة جسمي، لا البس كلش هواية واتمرض، ولا البس قليل، احاول دائما البس ملابس معتدلة، يعني حتى لو بالشتاء دائما اعلم نفسي على شوية اميل للبرودة احسن ما دائما شتا شتا
واقعد بمكان هيك كله دفو ومدفئ، بس اطلع لغير غرفة اتمرض، هم خطأ. احاول دائما اوازن بلبسي وجو الغرفة. هذا كل ما هناك عن فصل الشتاء، ان يكون بارد والبس ملابس سميكة ثخينة، والاشجار دائما تكون دائما تقريبا يعني متيبسة، الاشجار جافة من البرودة، فدائما ما تتفتح الازهر في فصل الشتاء. هذا ما يخص فصل الشتاء، يكون دائما من الانسان يكون خامل، الحركة اقل من الجو البارد. فنجي على الفصل الوياه الثاني اللي يجي ورا الشتاء، منو يجي يا فصل؟ صح أحسنتم، فصل الربيع. مثل ما نلاحظ هنا فصل الربيع، شو يصير فصل الربيع؟ فصل الربيع من أجمل فصول السنة، الجو شبيه يكون معتدل، لا هو حار ولا هو بارد، الشمس تكون مشرقة وما تأذي حرارتها، مرات تسقط أمطار خفيفة وحلوة، الأزهار الأشجار كلها تنمو وتثمر، الحيوانات تضع أطفالها تضع بيوضها، أسمع دائما زقزقة العصافير وصوتها الحلو، مو صح؟ بعد بالربيع الناس وين يروح؟ يروحون سفرات متنزهات، ليش؟ لأن يعني دائما الجو طيب، فدائما حتى احنا دائما نلاحظ أهلنا بالبيت من الجو يكسر، يقول الله الجو كسر خلصنا من الشتاء، هسه الجو طيب ما دام ربيع مال سفرات وطلعات، مو صحيح؟ واكو اعياد دائما فصل الربيع اللي هي اعياد نوروز اللي تتم تكون فصل الربيع، فدائما الجو يكون فصل الربيع معتدل وجميل، وتزهر الأشجار وتنمو النباتات وتضع الحيوانات صغارها أو بيوضها. شو وقت هاي؟ فصل الربيع. نجي هنا يقول عندي هذا الصورة، يقول كيف تخصيف في الأشجار في الربيع عنها في الشتاء؟ بالربيع قلنا شو يصير بالأشجار؟ تنمو النباتات والأشجار وتزهر، يعني كلها تنمو، الجو طيب. بس شتاء باع شلون متساقطة الأشجار؟ ليش جرداء جافة من البرد، يجي كاشة بمكانها، شلون احنا نبرد يجي نكوش ونقعد بمكانها نقدر نتحرك؟ نفس الحالة ويا الأشجار. يقول أفكر وأجيب ماذا راح في فصل الربيع؟ شو يصنع في فصل الربيع؟ إيش قلنا؟ اللي تنمو النباتات، تضع الحيوانات صغارها، تضع الطيور بيوضها، شو يصير بعد فصل الربيع؟ الناس وين تروح؟ تذهب إلى الحدائق والمتنزهات، الشمس شو تكون؟ تظهر وتكون دائما بأغلب الأوقات الشمس تكون مشرقة وما تأذينا، تكون حرارتها جميلة. فهذا ما يتم فصل الربيع اللي هو قلنا شو فصل الربيع من أجمل فصول السنة. نجي إلى مراجعة الدرس، يقول بماذا يختلف الشتاء عن الربيع؟ قلنا الشتاء يكون بارد، والملابس الناس ترتدي ملابس سميكة ثخينة، وبالربيع يكون جو معتدل جميل، تنمو الأشجار وتزهر وتثمر. هاي فصل الربيع. النقطة الثانية يقول أضع إشارة صح بجانب الصورة تمثل فصل الشتاء، وخطأ مو مصور مثل الربيع، منو من الشتاء ومن الربيع؟ صح أحسنتم، هذا أقول خطأ، هذا ربيع وهاي صح الشتاء. قول لماذا يذهب الناس الى المتنزهات في فصل الربيع؟ ليش؟ احنا ايش قلنا الجو فصل الربيع؟ الجو فصل الربيع يكون معتدل جميل، الازهار تكون عندي متفتحه، الاشجار عندي خضراء وجميله، اسمع صوت العصافير، فكل شيء يكون جميل في فصل الربيع، ويبحث على الراحه والطمانينه. لذلك في فصل الربيع الناس تحب تطلع تروح سفرات، تروح المتنزهات او الحدائق، لان يعني الحدائق كلها تكون عبارة عن جمال وخضراء، فهذا جمال هو فصل الربيع. يقول جو فصل الشتاء شي يكون؟ يقول بارد، وسبب ذلك بعض الأمراض الجسم. شلون أحافظ على صحة جسمي فصل الشتاء؟ شلون؟ أقول أرتدي الملابس السميكة وأشرب السوائل الدافئة، نفس الوقت ملابس ما تكون كلش حيل ثخينة بحيث ألبس فوق طاقتي وحدي، لا ألبس ملابس بحيث تدفيني، مو البس كلش كلش هواي، بحيث اذا اطلع اروح من الغرفة من الهول اني استبرد اصلا اني شو اصير فلونزا، لا دائما اوازن، لا اسوي نفسي البس كلش هواي لا كلش قليل، لان هم اذا البس ملابس كلش هواي هم راح اتأذى، فدائما البس ملابس تكون صح سميكة وبيها ثخن، بس احاول اوازن زي ماماتي. وهذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم، فان شاء الله استفاديتوا من عنده.